Welcome to the Lucky Generation Gamers. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معانا بحلقة جديدة من المجلس. سواء المجلس يسمونه ولا الديوانية ملحق مجلس مجلس الإماراتيين يسمونه مجلس ملحق ملحق ايه؟ ملحق جمعتكم كجمعتكم اي ملحق ايه. حياكم الله بالملحق حلقة سبيشل. معكم محمد الحميدة. اليوم عندنا بودكاست سبيشل خلينا نسميه حق هذه حقني خشمي ما يصير عندكم اليوم حلقة سبيشل. اللي قاعد يشوف فيديو كاست راح يعرف شو السالفة. ايه اللي يشوف فيديو كاست حياكم الله ويانا. نعم سلم عليهم. معاكم اليوم ضيوفنا الأعزاء. ضيوفنا انت ايش فيك؟ احنا كلنا ضيوف. احنا ايش فيكم عنده؟ احنا ضيوف. احنا ضيوف. اي احنا ضيوف. ضيفنا الأول عبد الله وشيري. هو وحسين الديمي ويعقوب الحسيني. يا هلا فيكم. صاحب الدار لازم يعرف نفسه. أحمد الراشد. أحمد كيف حالك يا أحمد؟ شرفنا. شو أخبارك؟ يا هلا فيك. يا هلا فيك. يا هلا والله شرفنا. بعيد؟ مش دائما كل شيء بعيد ما يصير بس بعدين يصير. شوف فجأة كذا. طبعا يعطيك العافية أحمد على الاستضافة. أيام عندك التسجيل وما شاء الله ونستونا اليوم. والله ما قصر. ما قصر. خوش طلعة والله خوش جمعة. حلقتنا هالأسبوع خلينا نقول هالأسبوع عندنا حلقتين صح؟ شلون؟ غير مرتبة لأن احنا من الصبح قاعدين. هذه حلقة اللي راح يسمعها راح يسمعها إن شاء الله أتوقع يوم الأحد فراح تصير حلقة أسبوعية. إيه؟ راح تصير مكان البودكاست المعتاد. أوكي. لأن سبيشال بودكاست. سبيشال بودكاست. ونرجع بعدين الأسبوع اللي بعده أتوقع. يعني الأسبوع الجاي إجازة ماكو بودكاست. لا. بالوين إن شاء الله خلصنا بتحكي عنها يعني. تمام. بس حاليا ما في ترتيب معين. راندوم سوالف. راندوم سوالف لان تكلمنا عن العاب الاسبوع هذا مثل ما قال لكم يعقوب ذا ايفل وذن والالعاب اللي لعبناها الجديده راح نخليها حق البودكاست ان شاء الله. حلقتنا هذه راح تكون كلها عن تي جي اكسبو رحلتنا حق السعوديه سوالف العاب بعد اذا يعني كل شيء سوينا سوالف يعني ماكو مشكله بس مو نفس كل مره حلقه. لا هذا مو نفس كل مره. نعم. شو بتفتشون فيه؟ المطار. الميكروفون. الميكروفون. هالميكروفون هذا لا لا ما ادري شو كانت رحلتنا كلها طيبه. اول شيء بالبدايه وصلنا رحنا ناخذ السياره شاو راح ياكلون بيتزا يشربون قهوه طبعا ديكاف بغيت تاكلون بيتزا الحين قلت له لا اي بلا قلنا خلينا ندور على قهوه بس ديكاف ديكاف لان الساعه 12 بالليل ما تقدر اليوم كاسنوبون ما تطوط حسين اوكي زين اوكي فكان يمنا سنبون انا وحسين رحنا نشتري قهوه زين ف اوكي استنى ترى ديكاف لا زال يعني ياثر ما يخالف بس يعني اقول لك يعني والله احنا كنا زومبيز احنا مسافرين فعادي زين فاستلمنا قهوتنا كان حسين يلاحظ انه في شيء ناقص. طب هذا عقب ما خلصنا التفتيش طلعنا رحنا بنستلم سياره يعني ايه زين ف حسين لاحظ انه في شيء ناقص السالفه شلون بدفع حق حق القهوة البوك كان عندنا كان بالجنطة كان البوك كان هناك اي بس انا اتذكر اني شلت البوك من الجنطة فانا حطيته بمخباتي بس قلت الحين انا كنت شايل البوك من الجنطة بس الجنطة وينها فقعدت ادور نشوف كل اغراض مرة ثانية ماكو وين الجنطة ولا أخ مو موجودة وتعال حاول أتذكر قعدت أحاول أتذكر وين خليتها ماكو كان كني كنت نايم وقعدت ما أدري ومشكلة قاعد نحاول كلنا نتذكر متى آخر مرة شفت جنطة حسين. أنا أذكر شفتها لما طلع بوكا من الجنطة وقت المنافذ أساسا أعطيهم حق الدخول يعني إنزين فأيش اللي تذكرت إن الجنطة معاه يعني طلعها من الطياره يعني مستحيل ترجع الطياره تاخذ جنطه. لا تدري مشكله هني احنا كنا عند اوراق سياره قاعد نخلص اوراق السياره الاغراض كانت عندنا الجنات كلها قبل لا تضيع جنطته استغفر الله في واحد يلزق فينا ايه وسال
غريبة يعني لزق لزقة غريبة. هذا ما أدري عنها. إيه وراح. زين. قال يا بسيارة شيء يقول ما نعطيك. ومشنو مشى ما حتى ما ناقش. استغفر الله يعني شكيت فيه يعني شقى شو لزق فينا لزقة حيل قوية ومشى. بعدين يعني هذا يقول لي شنطتي ضاعت. الشك اشتغل. صرت شارك هومز خلاص. في أحد مو معقولة شيء اختفى وين راح شنطته. المهم فراي رحت بسرعة على طول عند ال. الجمارك سكشن الجمارك. بس كانت مشية ما شاء الله مطار وايد طويل. ما شاء الله مطار مال رياض يعني. المهم فرحت لهم قلت لهم أنا بدش إني قلت لا روح الباب الثاني. فطبعا ما خلاني أدش صوب مع الناس اللي قاعد تطلع. فدخلت مع هذول اللي للموظفين فقط قلت لهم. مرات الجمارك سكشن الجمارك. مرات الجمارك. فقلت له والله أنا يمكن ناسي جنطتي. ف قال لي اوكي روح دش داخل دشيت ولا الاقيها كان اقول بس لحظه انتظر شويه فاول دشيت من اي رحله وشنو اسمك من وين جاي وشنو فيها فقلت له شنو فيها 1 2 3 شيء ولا كان فيها الميكروفون ميكروفون العزيز كان يقول لي ليش عندك ميكروفون قلت له احنا نسجل بودكاست برامج إذاعية. طب ما قلت له بودكاست. لا قلت له بودكاست. زينه. كان قلت له. إيه كان أقول له برنامج إذاعي يسجل. كان ضوف ما ركز معنا. فبس والله يعني كان تعامله جدا يعني باحترام وبروسيجر مالهم جدا سريع ما قاعدوني وايد لا بس جي على طول 1 2 3 أوكي. عندنا شنو هذا؟ لا شنو داش لا هذا اذا جنطة عندك جنطة ضايعة مشكلتك هو على حسب الشخص حتى على حسب الشخص لا للأمانة جاك واحد ما يبي يسوي شيء يقول لك لا تعال بكره لا الحمد لله والله ايش هو اعطاني اياه وكل شيء قلت له شكرا ومو شيء يا الله الحمد لله كان شيء تمام ارتحنا نفسيا ارتحنا نقدر نسجل شيء تذكر بعدين رحنا الفندق العجيب شكرا بيشو ايه الفندق يعني احنا تجاربنا السابقه ما جربنا ان بيشو يحجز لنا ولا مره صح فقلنا هالمره ما ليش الكل صار كسول بس بيشو يلا ايش رايك تشوف لنا ما كنت كسول انا كنت مسافر يعني قلت له بيشو تكفى ضبطنا بالفندق الله عليك والله شفت خوش فندق خوش مكان ما اقول ها منو السعر السعر اللي يقول خوش فندق خوش مكان نتكلم السعر نعم خذني بس حتى موقع كويس يعني الموقع قوي صراحة موقع عند شارع التحلية و عند شو اسمه سنتيريا سنتيريا حلو يعني تقدر تروح مشي ما يحتاج سيارة بس كان مقلب من داخل اصل للامانه كان فيلم رعب الباب كان مكسور مبين ان احد شايته اي ف مكسور ما دام راكبينه بلزات كذي المكان المكسور ما كان ودي اعرف ليش انشلع الباب اي المكان المكسور مبين حتى يعني صوب الباب مسوينه من كاردبورد مسوينه من خشب مضغوط ما ادري شنو خشب مضغوط يعني خشب مضغوط اي فتعرف اللي خفنا احنا نايمين احد يشوف يعني الباب هذا الباب يتبطل شكله عادي بس دزه راح ينفتح يعني اللوك هذا مجرد بس شكله يعني بس والله شوف يعني كشقه ادت بالغرض يعني احنا مو تكفى سفره شباب لا سفره شباب لا هو جيد بس ان احنا اعتمدنا ان ما بيشو اعطانا احسن شيء بس طلعنا مو احسن شيء طبعا دائما بيشو المركز الثاني المركز الثالث مو تير 2 احنا نلعب عشان نستانس ما علشان نفوز صح نعم. صح نعم. شكرا بيشو صانسنا رحنا تي جي اكسبو اليوم طبعا تريقنا تمييز اخيرا الشباب اول مره كنت اول مره جرب تمييزي اول مره كنت تمييز شكشوك عدني وشكشوكه والله كان طيب شو اسم الفول قلابه ما شنو الفول لا غير في فول احنا شو ما قلت له فول في جله في من القرشه هذا من في نوع فول ما اعرف اسمه في قلابة في شيء ثاني من شن طاقة الباجلة ينجي لا في واحدة اللي يكون من الجدر مالهم أوكي. الجدر المصري عرفت اللي شيء كامل قبل كامل في نفس اللي يسوون فيه فلافل هم بعد يسوون فيه فول هو نفس ال الايتم هذا الايتم قلابة كل قلابة اسمها اتوقع قلابة احنا نسميه فول احنا نسميه فول احنا عندنا فول قلابة ايه
فول مسوينا بالايتم هذا. هو قال لي تبي فول ولا تبي قلاب؟ انا فات النحت. هو يقصد يعني فول عادي ولا هذا؟ احنا بالنسبه لنا فول. قلت له اعطني هذا. اي تشوز يو قلابه. فجربناه والله شغل عادي. انا التمييز عجبني وايد. يعني احنا عندنا بالكويت الخبز الايراني. اي انزين او هو الافغاني يعني. لا هم الافغان. افغاني افغاني هم التميز. افغاني افغاني التميز. الخبز الايراني عيل عندنا من ايران. اي اي بس 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 تميز يا اخي ما ادري في تركيبته حلوه. تركيبته حلوه وايد وايد حلو. يمكن كان ودك تجرب شيء جديد. حمد يقول ان اللي جرب اللي متعود على التميز يروح ياكل خبز ايراني يحب الايراني اكثر من التميز والعكس صحيح. اي اجل مساله على شو انت متعود عليه. جسمك شو كثر فيه تميز شو كثر فيه خبز ايراني. ان شاء الله يقول حمد يسوونه مع جبن يسوونه مع انواع. احنا لا خبز ايراني عادي ولا بسمسم بس هذا اللي شلون شلون مثلا تعثين في امريكا ولا شيء يسوون في امريكا تلاقيهم رامن كذا ارخص شيء رامن. هذا تميز بجبن هذا ارخص بيتزا ارخص شيء تاخذه وانت طالب جامعي هنا بس انه لذيذ. هذا الفرق الرامن هذا كان تعبان. حتى الشكشوكه يعني شيء بروكن تير يعني وايد حبيته. انا احب المطاعم الشعبيه هذا ليكي يعني شيء يعني عليك المقلى عرفت شي بطنوط قاعد تفوق تقلي شيء هذاك هذا شيء ورخص شيء عصير برتقال جريت بريكفاست هذا الجامبو جوس وان سايز شي عرفت. هذا اللي ضحكني صدق مفعول الفول التالي بعدين. لحظه ايش راح تسوي فيك؟ انا وبشر بدينا لا انت قلت اربع ساعات ما ثمان ساعات. لا لا صدق انا ما وعدت الا بعدين قلت يعني انا ارسل له مسج اليوم كذا العصر وانا رايح تجي اكسبو اقول لها يلا انا ماشي هناك شباب جايين يقول لي اي قلت له طيب بيشو جاب معاه تترس يقول لي اي بس لسه ما صحى وين ساعة ثلاثة ونص يمكن من أمس لليوم يعني أو لين قعدنا الصبح كنا نايمين يمكن ثلاث ساعات أو شيء أربع ساعات تقريبا كملت النوم غير فإحنا تفطرنا ردينا نمنا أنا وبيشو والشباب راحوا يقضون زواراتهم وكذي. الفول أثر. لا لا الفول أثر يعني أنا حم مو بوعيك مو سهل علي اتذكر شنو صار من الصبح للعصر. انا اليوم قلت اليوم كان تعسر مخدرات. لما تكون مو نايم وتعطيها فول من قلب اي مخدرات حشيش. الفول ينسيك كل شيء كل شيء بس صراحه قلت تمره يعني اي لا هو بروتين ممتاز صدق ما عندي مشكله ما عندي مشكله نفس الريوق باكر. فيعني وبعدين رحنا على طول خلصنا ايه بعدين رحنا الاكسبو المعرض التقينا ويا احمد هناك ما شاء الله اي محمد والله القاعه حلوه القاعه زين ملمومه حلوه ملمومه وايد البوثات كانوا موزعه كل شغل كل هم لان متعاونين مع يعني مايكروسوفت فكان كل بوثات اكس بوكس وان ما كان في بلاي ستيشن او نينتندو برودكتس هناك دوري سماش دوري سماش اللي كان شاطح يعني هو ركن الكارد جيمز ركن الريترو عد أجهزة قديمة يعني جابوا كل شيء نينتندو سيجا إيه حلو في ركن حق في ركن حق الأنمي إيه في ركن حق الأنمي واللي كان وايد زحمة ما أدري شلون إيه كارد جيمز كان في شباب قاعد يلعبون يوغيو طبعا الكافتيريا اللي حطوا جابوا كيترينج والله ديسنت يعني صراحة كانت حلوة إيه يعني ما كان الألعاب عادة أكل الكافتيريا يكون سيء يعني. بالضبط لأن جايبين كيترينج كومباني فشيء بس زين شو اسمه الالعاب اللي انعرضت بالنسبه حق الاكس بوكس حطوا سكايلاندرز حطوا سانسيت اوفر درايف بروجكت سبارك كانت موجوده العاب قديمه ذا ايفل وذن فيفا في 15 العاب توها نازله يعني شنو بعد كيلر انستكت كانت موجوده بس لا سيزن ما نقطع سيزن كونكت سبورتس رايفلز في العاب كونكت اي في العاب كونكت والله يعني كان في زحمه على البوثات ما شاء الله يا حضور ما شفت ولا بوث صراحه يعني فاضي شيء بس بوث فيفا ما شاء الله يمكن اكبر سيت اب يعني من ناحيه عدد الشاشات والاجهزه كان 6 اجهزه وعلى طول ناس قاعده تلعب طابور واللعبه نازله يعني بس هنا كان في تحدي كان تحديات وايد فيفا اي اتوقع او حتى يعني مثلا انا وياك خلينا نفرض بنلعب فيفا ولا شيء لقينا بوث فيفا راح نلعب يعني ما انا نفسي كان ودي العب بس وين ماكو وين ما شاء الله الناس قاعده تلعب يعني
الاعمار انصدمت منها. انا اكثر شيء صدمني الاعمار الصراحه. اي يعني كمعرض نفس هذا لو يصير مثلا بالكويت يعني احنا شفنا بدبي مثلا شو معاه حتى دبي حتى الناس اللي هناك يعني عاده اعمارهم خلينا نقول اكثر ناس يحضرون المعرض راح يكونون اوفر 18 يعني اكيد فوق اوفر 18 اغلبيه الناس ما شاء الله هني يمكن 70% منهم صغار اقل من 15 سنه اكيد. ترى نفس الشيء في جيمرز داي. جيمرز داي بعد نفس الشيء كان كذا شيء بالنسبه لي شخصيا انصدمت الصراحه. الجينيريشن الجيمرز اللي يعني بالسعوديه يعني حتى الصغار اكثر من الكبار بيجي لك جيل متوحش من الفيديو جيمز 10 اضعاف الموجود حاليا. الحين اللي قاعد يلعب ماينكرافت مثلا وصغير باكر يعني هذا الجيل راح يمسك يعني ما عدد ما شاء الله وايد عددهم وايد كان اي بس انا حسباني قلت يمكن اوكي بس ترو جيمنج قال لي بعد يوم اللاعبين بعد كذي لا في شيء ما شاء الله. لا يوم اللاعبين ما شاء الله بس دي. حلو يكون عندك جنريشن صغير بس يا اخي شنو كانوا متحمسين اي في واحد ما اعرف اسمه الصراحه ولكن قالوا لي كومنتيتر تدي هذا الكومنتيتر على اليوتيوب من الكومنتيتورز يا الهي ها طلع لا تقول لي ملكة جمال الهند ركض الناس قاعد يركضون يصورون ما شاء الله قاعد يجوا يركضون وراه اخر شيء مسكين قام ينحاش يصور يصورون وياه سيلفي واي شيء يجون بس شيء عرفت ان حتى واحد بينه وبينه خمس اشخاص بس يحطوا التليفون على وجهه ويصور سيلفي ان شاء الله بس هو يطلع بالصوره معاي ايش قول لي ما شاء الله يعني الحماس مالهم مصغر كويس ما كان في كثير جيمز دي كان في انواع اليوتيوب سيلبرتيز يعني وتلاقي اول ما يطلع يروح للكافيتيريا مثلا ولا شيء يتجمعون عليه وسيلفيز اي ترى شيء حلو حلو في نفس الوقت يمكن يضايق بس دفاشه هو حلو ولكن باسلوب غلط ايوه بس يعني حماس الصغار والله كان قوي يعني شو يسوون هو بيوقف مكان ويلا واحد يتصور وياه شو كم كوميكان يسوي كذي بس يصير تقريبا دقاق يعني يعني اوكي لما تروح انت مثلا لما رحت حق دوتا لما شفت بيرين فلاكس هناك سهلة لا اوكي كان تيك فوتو اوكي خذ فوتو ومشيت يعني بيرين فلاكس ما قاش مع هذا شكله باللي انا باللي انا شفته لا هذا هذا قوي صراحه ما شاء الله انا ما اعرفه ودي اعرف سوار وراه يعني لوكست سوار قاعدين يمشون وراها عجيب عجيب المنظر ما شفت لا وهم هم بعد هم كمية ما شاء الله اللي موجودين بقسم هم الأنيميشن يعني هم إيه أنا ما أدري أنا للحين ما أدري شنو بالطاولة كان ترى أتوقع مبيعات مرشندايز أنا شفت كابوس لوفي بس ما شاء الله يشيلون ورسمات كان في مسمى والله كان ودي حقت لوفي وكل شيء كان موجود عاد ما شاء الله بعت القش القشية بس والله حلو تنويع قاعد قابلنا واحد من الشباب اللي يشتغل بالإنديسين هني بالسعوديه عبد الله حامد قابلناه سولفنا وياه على جيم نوماد شنو جيم نوماد اي اسم مو نوماد جيمز لا جيم نوماد اي هو مع سوني هو صح هو الحين مع سوني يعني الشركه اللي اظن هي وكيله سوني اي فقاعد يشتغل على العاب ورانا كم لعبه ورانا الفي ار اللي هو الفي ار هذا اللي صدمني وايد يعني تخيل السيت اب ماله كان كارد بورد عن كارد اي لا تحس قوطي كارد من كارد بورد يعني حسبت استهبال اي تركيب شيء واحد شيء وفعلا قال هذا تحصله جاهز تركيب يعني بس تطلبه من امازون يوصل لك انت بس ركبه عرفت الكرتون كرتون هذا مال الشيبينج اللي تزول لك اياه امازون يحطون فيه اغراضك تزول لك اياه منه مسوين مثل فريم تركب في التليفون ويصير اوكلس ريفت بالضبط والله معاه سير وتلبسه هو بورد هو بس تركب هو كرتون تحط التليفون وفي عدسات خاصه طبعا تشتريهم يكون معاه بس تشغل برنامج معين بس وصار عندك اوكلس ريفت تشيب جدا ما حتى كنا قال السعر بس نسيت كم والله 20 شيء حيل شيب حتى 20 دولار يعني هو بس لانه لا وباي جوجل ها يعني اي باي جوجل اي بس هو شنو قال في ملاحظه انه يعني التليفونات عاده يكون فيها المغناطيس حق الجيروسكوب اساس ان حق السنسر مال الجيروسكوب المغناطيس مال الاكسبيريا اللي كان هو قاعد يستخدمه بالناحيه الثانيه فكان لازم يسوي هاك صغير يعني انه يركب مغناطيس بالمكان اللي لازم يكون موجود فيه بالفايزر نفسه ضبطت وياه وجربتها انا بالنسبه لي انا اول تجربه في ار حتى انا اول مره اجرب فيها اجربها ف
بكارد بوكس. بكارد بوكس بالضبط. يعني لا تقول لي انا جربت اوكيلوس من قبل وبتليفون. انا جربت اوكيلوس جاني قبل كم يوم، حسيت انه تقريبا نفس الشيء. اصلا نفس الديمو اللي وراني يعني. نفس الديمو هذا حق تسكني. حطيته كرتون اوكي، بس يعني ما توقعت انه راح تضبط كذي. فيعني انا للامانه من الناس اللي لما شاف الجير في ار مال سامسونج ضحكت، عرفت اللي فكرته ان احط التليفون حرفيا احط التليفون قدام عيني، انا وايد ضحكت عليها. بس لما شفتها اوكي ات وركس خلاص طلعت انها دوب خلاص يعني رخيص. هو إيه رخيص لان يحطون لك عدسات كذا مقعره، فانت مو طالعها كذا هي، لان العدسات هذه فتحس انها يعني ابعد شوي. مو بس كذي ما تخليها مره قريبه. انا ما كنت ادري عن هذه، عرفت إيه. ولا مره مثل ما قلت لك ولا مره جربت الفي ار من قبل، بس انصدمت لما شفت انها شغال. يعني فعلا حرفيا تلفون قدام وجهي، حرفيا تلفون قدام وجهي. انا صدمت من الكارد بورد. ايه كارد بورد قوي وشغال للامانه، كان مريح. يعني ما اتوقع انه يكون مبوز ولا خايس ولا غير مريح. إيه ما عكس كان عادي، ما اذاني، ما اذاني، ما حسيت انه شيء. لا لا تشيب بالعكس، حسيت انه عادي كذا. اتوقع انه الفي ار بيمشي يعني. اذا كذي شيء رخيص، رخيص لانه رخيص $20 على كل التليفونات. ركب تليفونك خلاص وناسه. وانا اول مره احس ان 3D ما في غوستينج ولا في افكت خايس. اي صح، 3D كان كان اوكي بحكم ان الديمو كان شوي بيكسليتد لان الريزولوشن الرسم تعبان، بس 3D افكت كان حلو. أي. يعني هو قال لنا، اذكر عبد الله قال لو مثلا انا ودي اجرب تليفون يكون كواد اتش دي، يعني مثل ال جي جي 3 ولا النوت 4 الحين الجديد. يعني التليفونات الهايرز راح يخدمه وايد من ناحيه الكواليتي مال الفيديو اوتبوت اللي قاعد يشوف. بس والله حلو يعني، انا لا نيتذرد ولا في واير راكب ولا شيء، بس احط راسك خلاص تليفون تليفوني. انا قاعد اقول لك من الناس اللي اول ما شفت الجيف في ار ضحكت، الحين اي بليف انت يعني. يعني بعد اللي انا شفته اتوقع شيء رهيب من البورتبل في ار بهالطريقه يعني. لا بعدين نفكر فيها، الجير في ار اتوقع انه بيصير فيه بوتنشل اكبر اكبر واكبر. لانه اذا كارد بورد اعطاك الاكسبيرينس، ما بالك شيء شيء ممكن مثلا يحطوا لك ابسط شيء، يحطوا لك اكستندد باتري، هذا ابسط شيء صح. غيرها ممكن يحط لك مثلا جرافيك كارد ولا جرافيك برفورمانس بوست ولا شيء زي كذا، ساوند سراوند ساوند. يعني الجير في ار قالوا راح يكون سعره حوالي $200 كنا شيء كذي. هذا واحد من الرومرز على الايفون هيدفونز الجديد، راح يكون فيهم بطاريه يشحنون تليفونك. فيعني فكره انه يكون في بطاريه احتمال كبير يشحن جهازك عن طريقه بدل لا يفرغ البطاريه. هو مو بصغير الجير في ار يعني، لا في هفت شويه يعني. أنا هذا اللي راحته، بس يعني نايس. انا بليفر هنا. انا كنت واحد يعني ما بالنسبه لي فكره ان احط تليفوني قدام عيني شيء وقص على روحي، انا اعتبره كاني قاعد اقص على روحي. وقت بس لما شفتها بأبسط شكل ممكن. انت لا تشوف الامنياني وحط كرتونه على رقبته ويقول لي هذا في ار. ايه قاعد طالع على شيء مصجه. بس يلا اوكي بجرب. ليش لا، انا قاعد طالع وجهه وشكله مصجه جد. والله حطه وجربه شاف يقول عجيب. ياه يوم لبست انصدمت. ايه لحظه هاو ات وركس يا نايس. الريسبونسيف يعني ما حسيت اني في لاج لما اتحرك مع الكاميرا ولا لا في بيت انت بتروح تشوف البيت اللي هناك. انا دشيت داخل. لا انا قصدي لما احرك راسي بالاتجاه اللي قاعد اشوف فيه ما حسيت انه في تاخير. انا بالنسبه لي حسيت تاخير شويه. لا 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 مو تاخير مزعج حتى لو كان في. لا لا ما كان مزعج. لا يعني مو اللي اذاني. انا ما لاحظته، بس يعني احس انه يبي له كم تويك او يمكن بروسيسر اقوى. اي لا هذا ايرلي ستيجز يعني. تحس انها لعبه بلاي ستيشن 1. بس شوف على ايرلي ستيجز شيء. بس يعني يبشر انه في شيء وايد اقوى. انا قلت يعني. انا واحد كنت اضحك على هالكونسبت، الحين اي بليف ان ات يعني. يلا اؤمن بها يعني. انا دائما اكتشف الاوكيلس كرافت اقول شنو جيمك؟ اوكي ماكو لعبه كامل راح تصير كذي الحين. هو جيمك لو انه زي ما هو يعني بسلك وتشبكه بي سي وما ادري ايش. اي جيمك. بس اذا بسيط كذا. انت قلت ان السيت اب ماله صعب. او معقد شوي. معقد لانه ديفلوبمنت كيت. ايه مو عشان حق المطورين يعني. ولك تخيل تلعب لعبه رننج على هاللعبه هذه. تيم فورترس 2 فل اكيرس رفت سبورت. هذه الحين ايش اسمها؟ هاف لايف. خل هاف لايف الين ايزوليشن الجديده. اوف ايه فيها مود الحين تقدر تنزله مود تلعبها بالاكيرس ومضبوط.
يعني انت ناقص تلعب لعبه نفس هذه لعبوها بيشو ازمه قلبيه على طول بيشو بعد بيشو يموت بيشو رسمي رسمي قلبه يوقف يعني بيشو تلعب الين اكلس اشتري لك اياه اوكي ما قلت المده يعني ما حد حتى انا ما قلت اشتري لك شنو شنو اشتري لك هذا ليش يخرب على روحه هذا ليش يخرب على روحه كان يقدر يسكت وتجيب له انت الاوكل اللي صرفت مع اللعبه بدي اعطيك فيديو بخمس دقائق وبعدين تعطيه ايه اعطيك فيديو بخمس دقائق عندي ما قلت المده صح يعني هم خرب على روحه لا انت غبي انت 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 ذكي هو صريح ها اوكي شوف ما غلط على راح فيكم هي دبلوماسي ايش رايك سكتني بس والله يعني هذه من التجارب اليوم يعني انصدمت منها رواني بعد لعبه والله عندهم على الاندرويد للاسف العابهم كلها على الاندرويد لعبتين والله اتوميك اتوميك بلس اتوميك بلس لا هذه موجوده على ايفون موجوده هذا بس انا ما مو وايد مع الانديز بس والله عجبتني حلوه اركيدي انه صاير مثل الرينج الطيق الكوبازر حقها سعودي صاحبنا والله اجت ويسكر زي والله وايد عجبتني صراحه شغله حلو قال لي انت ما لعبتها قلت له لا كان يقول لي جربها اتوميك بلس اتوميك من الالعاب البسيطه مثل سوبر هكسجون سوبر هكسجون الى حد ما ايه شيء حلو انا استانست عليها شنو شفنا بعد قعدنا مع شباب بالكافتيريا ما شاء الله يا ناس نواف ويا شباب باجين وسولفنا وصالح الزيد صالح الزيد وفي حامد يوسف صالح يوسف من اسمه يوسف صالح يوسف صالح يعني شفناه هناك والله يعني استانسنا بشوفتهم يعني انا اكثر شيء كنت مترقب لنا نقعد ويا الشباب نسولف وياهم وكذي يعني انا احب اللمه هذه الايفنتات اللي نفس هذه انا احبها لان يجمعنا يعني مع بعض فاستانست وايد تمام بلس هذا هي انت بتجربها يعني خلها بعد اخر تستاهل عطنا عطنا يا خلاص هذا اتوميك بلس زين ف هذا هي بيشو هذا هو يعني والله سفرات يعني مثل ما انت قلت يعني العاب عارفينها احنا تكفى شنو بتلعب لا يعني اكو في عندك البسيمي سوى اللي هو البرزنتيشن حق لعبه ذا ويتشر 3 لان اعلنوا رسمي انه راح يكون في لوكلايزيشن كامل بالعربي حق اللعبه راح تكون مترجمه مع المنيوز مع الكلام بس ما فيها صوت ما فيها تمثيل صوتي هذا صوت انجليزي يعني صوت انجليزي هذا احس هذا احسن احسن والله يمديهم يمديهم يضبطونها بس المشكله لازم يجيبون لك تيم قوي يبون اي بس شيء تيم قوي بيقول لك فيديو جيمز لا شيء لان ما خاض التجربه يعني سووها نفس الامريكان ترى الامريكان كم سنه على ما صار التمثيل الامريكي ترى زين كنا نضحك عليه قبل اللي يشوف فان فانتسي 10 ولعب بعدها اي الحين الناس يحطون امريكي معناته على وقتها كان مو بطال يعني كان بطال انا ما على وقته على وقته ما حبيت اللعب على تمثيل الضحك اي لا لا هذه صح صح ادري لا مو بس هذه حتى كيماري نفس يونا يونا نفس كيماري هذا كان مقصد كان تمثيل صوتي بالمرض بس الالعاب اللي بعدها يعني شوف فارسي 12 يتعدلوا بعد عندك يعني مثلا توم رايدر كان كبدايه حق فويس كبدايه قوي يعني اوكي زين بس بس هو المشكله ترى مو مشكله اللغه هي هو السكريبت نفسه حتى بالانجليزي مو بمره مضبوط فتوم ريدر الريبوت فالعيب مو في الترجمه يعني مو بالترجمه بس بالاداء انا اشوف الاداء كان حلو اداء يمكن لارا بس اللي كان حلو اي بس مره تحس انه اوفر لان مثل ما قلت لك هي تجربه الفويس اكتنج بالالعاب والكرتونز غير عن تمثيل اكسبيرينس مختلف حتى ساوند انجينيرنج راح يكون شيء جديد عليهم يعني انقثيت من كلمه مثايس بهذا اللعب مثايس اوف, أوف. بس يعني راح تكون ويتشر 3 ترجمه بالكامل بالعربي حتى المنيوات طبعا العرض اللي عن عرض كان وايد قوي طويل. يعني اللي شاف الفيديو الجيم بلاي من قبل اتوقع يكون عارف انا قاعد حالك ما اقدر اني ما اشوف بالضبط حتى انا ما ابي انا شفت باتل تقريبا اول مره اشوف باتل كامل فكان عجبني وايد صارت كشخه وايد ويتشر 3 ويتشر 3 كشخه يعني شيء فيري هاي كواليتي برودكشن يعني ما تحسبت الاساس كان يعني حتى القديمه كان ويتشر 2 يعني ويتشر 2 اول ما نزلت كانت
كجرافكس قوي بس الجيم بلاي كان شوي تعبان بعدين مع الباتشز وكذي. بس هذا مبين وايد تعلموا وايد وايد تعلموا. ملاحظه على الفونت حسين لاحظها الفونت العربي صغير اهم اهم يعني هذا المشكله هذه وايد العاب لما يحطوا لك سبتايتل عربي هو حكم الفونت يعني حكم الفونت لما تاخذ الفونت تقول العادي هذا مال الوورد بالكمبيوتر مثلا حجم 12 مو نفس 12 انجليزي 12 انجليزي شكله اكبر من 12 العربي حق الخطوط المشهوره يعني هو شكله هذا اللي صار بس يمكن عشان ايرلي بيلد ان شاء الله يعني يتصلها بس لان هسه مشكله صارت فيفا 12 انا ما ادري والله فيفا 14 ما شفت المنيو العربي مالها عشان عشان اشوف هل حلوا المشكله ولا لا ولا للحين نفس المشكله الموجوده ان هي مو مشكله كبيره بس ان الفونت اصغر يعني يعور انت, انت يعني. متعود على الانجليزي بالحجم المريح بعدين لما يتحول عربي يصير اصغر يتعب مرات شوي بالقراءه فهذا بس انه مو المشكله كبيره يعني اتوقع مع الوقت انا اشوف انا اشوف الحين عشان نلعب بروجيكتور يمكن نشوف على يعني التلفزيون انا اقول يمكن من البروجيكتور ما ادري اسبيكت ريشيو مالها يكون مختلف الله اعلم بس إيه ممكن هذه صح إيه بس ما ادري يعني اتمنى ان تكون اوضح من كذي انا شخصيا يعني اللوكلايزيشن العربي شخصيا ما يهمني بس حق اللي يحتاجه هذا شيء وايد قوي بالذات ان الحين سوني بيضيفون الحين العربي بالاو اس سيستم مع كيبورد مايكروسوفت اوريدي العربي شغال بالاكس بوكس 1 بس اللهم ما حطوا كلغه تواجهه يعني ولا كيبورد بس لما تكتب عربي يطلع صح ايه تكتبه بالسمارت جلاس بالسمارت جلاس يطلع مضبوط ف ويندوز بالضبط لانه ويندوز ف حلو انه قاعد يعترفون بالمنطقه بهالشكل يعني اي لا لانه صار فيه طلب يعني. بالضبط انا استوعب انه في مانع عجبوني سوني يوم ياهم الطلب تو قبل فتره قالوا ليش نزلتوا مثلا تركي وما نزلتوا عربي ايه يعني صح تركيا قبلي احنا اول احنا اكثر عشان يقولون باختصار لانه ما حد طلب الاتراك طلبوا قبلكم ونحطوا عندنا باللسته قبل كان احنا ما كنا ندري ان في حد يبي عربي هذا كرد واللي انصدمت منه ايه هم صدق ما يدرون ان في ماركت عندنا نهائيا ما يدرون ان يبون عربي ما يدرون ان في دماندي من بعد ما نزل تركي الظاهر اشتطوا ربعنا ليش تركي احنا لا يقولون اوكي فنزل عقب يعني انا صراحه مستانس اني قاعد اشوف في اهتمام ف سي دي بروجكت ريد استوديو بولندي بنيو طريج يحط لك ترجمه عربيه بس ما ادري كل النسخ راح يكون فيها عربي اظن مات الميدل ايست او حتى اتوقع كلها بي سي كلها فيفا نزلوا فيرجن معين حق الميدل ايست هو بيست اون البال فيرجن فاتوقع هذا نفس الشيء بحكم ان شوف لا اساسن سكريد انا شاريها على الاكس بوكس 1 ومن الستور الامريكي واصلا الاكس بوكس 1 ستور جلوبال يعني في عربي سبتايت النسخة واحدة فيها كل شيء. إيه. أوكي. ديجيتال فيرجن كذي. ديجيتال فيرجن. لأن أنا ما عنديها على الأكس بوكس عنديها على البلاي ستيشن بس ما فيها. عربي. يعني تحول فرنسي عادي. إيه في لغات كثير تلاقي. وبيسوفت فلوس عادي. أبوسوفت أصلاً عندهم. 9000 موظف. إيه لا بس عندهم مركز في المدينة. أبوظبي. عندهم أبوظبي. أبوظبي. من زمان. عندهم يعني كلاسز وشغلات هذه كانوا يوفرون. كان عندهم دروس ودروس وشيء يعني شيء حلو ابو ظبي من قصدي يوبيسوفت من اوائل الشركات صراحه اللي اهتمت بالمنطقه لانها شركه صارت انترناشونال عرفت يعني صادق انت قبل طلعتهم اذكر شوف جيمز 10 رحنا له جيمز 11 لا جيمز 11 ولا 10 جيمز 11 رحنا اول شيء قبل 5 سنين اي ولا جايتكس اول مره شفناهم متى اول مره شفناهم حسين يوبيسوفت 2007 جاتكس 2007 اقول من قبل من زمان عندهم بوث وايد مهتمين بالمنطقه يحاولون يسوقون حق العابهم 2007 كان شيء غريب بالنسبه لنا وكانوا طبقين الكل بان يحاولوا يسوقون ان يبطلون فقالوا احنا بنبطل اوفيس بابو ظبي وان شاء الله عناوين ان نستثمر بالمنطقه فكانوا ناس سباقين يبو سوفت وايد من الشركات اللي هي شركه انترناشونال قدام شويه يعني افتحوا استوديو بشنغهاي افتحوا استوديو يعني هم بالاساس شركه فرنسيه مسميه تفتح لك بمونتريال تفتح لك بشنغهاي تفتح لك مايو اوكي قاعد توسعون بشكل حلو 9000 موظف حق جيم ديفلوبر وبروجكتس وبروجكتس بكل ريجن فلوس ترتيبهم او تنظيمهم في الماركتنج والبزنس ممتاز
احسن من شركات ثانيه. بس يا اخي سبام اساسن كريد انا قاعد مضيق خلقي سالفه الاساسن كريد. انا مشكله ما تقدر تطيحوا هيبه اللعبه. مشكله ما تقدر تقولهم مشكله ما تقدر تقول ما تقدر تعاتبهم لان واضح عندهم الداتا انه قاعد تبيع انف بحيث انه ينزلونها بشكل سنوي. يعني انت شفت كلامهم على اساسن كريد الجديده؟ اي يونيتي كلامهم حلو والله على يونيتي. شنو قالوا؟ وما نقدر نوصل فوق 900. اي اوكي على الريزولوشن ريزولوشن وورز. بس في 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 احد قاعد يقول يعني اذا ما تقدر توصل فوق 900 شلون في الاكس بوكس بلاي ستيشن نفس الشيء؟ المفروض انه بلاي ستيشن على الاقل يعني هو خلينا نقول 980 مثلا. طبعا سوري اللي مو فاهم الموضوع الناس وايد تحطموا على ان يونيتي الجزء الجديد من اساسن كريد له نفس الاداء على الجهازين مع ان اغلبيه الالعاب دائما تطلع على البلاي ستيشن افضل. فالمطور قال ان اللعبه هذه يلا شغلناها احنا اصلا هذا على الحين. بس قبل الحين. قالوا لا احنا ما نبغى نزعل الناس ومدريش او ما نبغى نصير حرب ريزولوشن بين الناس. وبعدين قالوا يعني مو صدق قالوا فعلا في ديل بين مايكروسوفت وبين شو اسمه يوبيسوفت انه بنسوق اللعبه. التسويق هو ديل قالوا تسويق ما له علاقه بان نطلع اللعبه بشكل خايس على بلاي ستيشن. يعني انا ما انا لا سافت انه مثلا والله مايكروسوفت تدفع حق شركه وتقول لك انا ابي الفيرجن مال ابيك ما تسوي الفيرجن مال الكومبيتيتور يعني انه يكون احسن من الفيرجن مالنا احنا. ما توقع صعب هذا. ما اتوقع حتى بيصير تحت يربون يعني بالضبط. ف انا اظن اللي هو ديزاين تشويس بالاخير يعني لا انا مطور ولا انت مطور وهم يعرفون شنو اللي ينفع حق لعبتهم ويسوون المناسب بالطريق اللي هم يشوفونها. يبا اللعبه حلوه ما هذا هو يعني انت ان شاء الله تعطيني اللعبه مالتك 4K والترا جرافيكس وتطلع خايسه شو الفائده من التعب اللي تسويته؟ ما ادري يعني الناس قاعد تدق على شغلات غلط يدققون على شغلات انا احس ما لها داعي يعني ما صراحه انا ما اشوف الفرق بين العين المجرده او خاصه لما انت تلعب. والله صار الناس صار الناس نلعب على 720 بي ومو مو 720 اصلا مو 720 بي. ايش اي لعبه اي لعبه بلاي ستيشن 3 مو 720 اي مو 720 ماكو ولا لا في العاب يعني زي فان فانتسي 13 هاي 720 نيتف نيتف اظن مثل جير سوليد 4 وايب اوت وايب اوت الوحيده 1080 اي لا داونلودبل في كثير 1080 ماني غلطان. لا 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 داونلودبل في كثير ثاني في 1080 اوكي بس اتكلم ريتيل عشان اتكلم اغلبيه الالعاب اصلا يكتبون 720 وهي مو 720 بس شوف بس ما حد تحلطم شوف الناس ما حد فرق ما حد يدري هم بس يقولون 720 ارتاح نفسيا اللعبه حلوه اكيد لا بعدين على البلاي ستيشن 3 ما كان قليل الالعاب اللي اب سكيل الى 1080 يعني فالفاسترتي كانت اب سكيل 1080 كلها لوك 720 حتى في الريزولوشن الديسبلاي ريزولوشن اللي كان يسوي اب سكيل كان الاكس بوكس اكس بوكس كان يسوي اب سكيل اي لعبه موجوده كان في 1080 كان في بلت ان اب سكيلر حق السيستم عشان يسوي اب سكيل حق الالعاب. طبعا حزتها ما حد تكلم ما حد يدري ما حد كان خلينا نقول ما حد ثقف نفسه بهالموضوع. والله ترى انا اشوف الناس انه ما لهم علاقه بهالسالفه ولكن ماركتنج إيه. صارت ماركتينج هم لعبوها على سالفة 1080p 60 فريم. بس شوف ترى 1080p اللي يتكلمون عنه في الماركتينج هذا الرندرينج حق اللعبة نفسها مو الديسبلاي. في النهاية على الجهازين الديسبلاي 1080 يعني مو لا تحسبها زي البي سي اللي اوه والله 720 تشوف كل شيء كبير كذا الحروف كبيرة ما ادري ايش بعدين 1080 تشوفه صافي لا اتس ديفرنت لان كله اب سكيل يصير في الاخير. انا اي دونت كير طالما ان اللعبه حلوه وادائها زي على الجهاز يعني انا مثلا قاعد العب ذا ايفل وذن انا خليتها على بلاي ستيشن 4 اسمع من منتديات كذي ان فيرجن الاكس بوكس 1 كبرفورمانس وحتى بعدين لما سوى ديجيتال فاوندري يسوى الفيديو مالهم للمقارنه برفورمانس الاكس بوكس 1 فيرجن افضل من البلاي ستيشن 4 عرفت شلون بس الريزولوشن هناك زين بس لا الريزولوشن ما اذكر والله الريزولوشن اذا كان اعلى بالبلاي ستيشن 4 ولا لا بس كان في برفورمانس افضل على الاكس بوكس 1 طبعا هل لان في دي 1 7 جيج ابديت ما ادري شنو صدق اي كان في دي 1 ابديت 7 جيج تقريبا 7 جيج بس هل صحح شيء او لا بس اذا 7 جيج ما صلح ولا شيء مصيبه اي بس حتى لو البرفورمانس يعني مو اللي ذاك الفرق يعني اوكي مرات يطيح ل 20 بالبلاي ستيشن 4 بس نادر عرفت شلون و اي دونت كير طالما اللعبة حلو اي خلاص اي انا لا اذا انا بدقق على هالسوالف باخذ البي سي فيرجن العبها على 4K ريزولوشن 60 فريم على اللابتوب خلاص تبي شيء يفرق صدق انا لعبت بايونيتا على بلاي ستيشن 3 ولعبت بايونيتا على 360 هذه مشكله بورت لا اقول لك هذا هني لما تقول لي
ترى في فرق اقولك إيه؟ فرق السماء على الارض. انا لعبت على 360 بعدين شفتكم تلعبون على البلاي ستيشن 3. انا لعبت الثنتين بنفسي سببين لان اللعبه خلقه سريعه مره تويتش بيس تعتبر يعني انت قاعد تضغط تك 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 بعدين هذا يجيك عرض وتسوي داج اخر لحظه طيب وغير كذا الفريمات مو والله تنزل شوي وتطلع لا يصير في تقطيع يموت يعني قالك هني ايه يقولك ايه زين طبعا سووا لها باتش بعدين يعني لا تزال سيء لا تزال لا تزال سيء الان يشرح حق 360 بس اقولك يعني هني لما الناس تقولك اوه طلع الفرق ايه في فرق ايه بس الحين على الجهاز الجديده ما في فرق انت مو قاعد تشوف فرق لعبت جراند زيروز على الاكس بوكس 1 على البلاي ستيشن 4 للامانه لما لعبت الاكس بوكس 1 فيرجن بعد البي اس 4 نسيت اني انا قاعد العب الاكس بوكس 1 يعني ما لاحظت فرق يعني الفرق الوحيد اذا انت بتدقق السماء بس مو بس السماء اذا انت بتدقق الشاشه واقفه وتطالع الانتي ليزنج اللي هو اللي هو انت بتلعب ولا طالع انتي ليزنج ما ادري لا 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 بطالع لا 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 بسكر التلفزيون بشغله بشوف 1080 اي تي في ايش التلفزيون كذا ها في بكسل طالع بي بس طالع بعد بكسل 2 3 4 5 6 انا ما انكر انه في اختلافات زين ما انكر انه تقنيا في اختلافات بس انا كواحد العب جيمز احنا قاعد نتكلم عن كلاعبين انا كواحد العب جيمز الناتج وانت الناتج وانا قاعد العب هل قاعد تاذى ولا لا ابدا عيوني انا جربت كور اوف ديوتي جربت اساسن كريد ايش بعد مثل جير جربتها بعد كلها ما حسيت في فرق انت كلاعب اخي شوف عني انا يعني اقدر اشوف في الجرافكس اذا في شيء ولا لا بس ما حسيت ان فرق انا تدري شنو انا ناطر بعد 3 سنين لما الناس ينزلون العاب على الاجهزه الجديده ويقول لك اللعبه شغاله على 520 بي ايوه انزين لان خلاص وصلوا الانجن الى المرحله اللي خلاص الاوتبوت 1080 بي هذا مستحيل اساسا يعني الحين مستانسين على 1080 ليش لان الالعاب اللي احنا كروس جن مثلا تيك لعبه نفس مثلا اساسن كريد بلاك فلاج ينزل لك اياها باتش داي 1 يرفعها ل 1080 بي زين لان على انجل قديم وعلى تكنولوجيا قديمه خلي الحين يسوون لعبه جديده على تكنولوجيا جديده وشوف الثريشولد ايش كذا راح يصعد ينزل راح تشوف العاب انريل انجن 4 مثلا شغاله على 720 بي وهذا يقول لك احنا بالله وصلنا 720 بي علشان نعطيك الفيجوال نعطيك الرسم الجرافكس اللي احنا نعتبره نيكست جن لا وبعدين بس بيجونك شركات او مو شركات ناس زي كوجيما ايه زي غيرهم بيسوون لك اوبتمايز بيعطيك يعطيك 1080 بي وبيعطيك جرافكس صح رهيب صح بره. بس قليل بيصير بس قليل ما تصير ايه. يعني اللهم انا ينعدون على اعصابي يعني حاليا انجن كوجيما ايه. بالاساس كروس جينيريشن يعني مو تركيزه على النيو جن هذا فما راح تشوف شيء رسمه واو الا لانه يشتغل على جهاز قديم انجن كوجيما يوم قلتوا لي في 4K انصدمت انجن 4K على البي سي 4K على البي سي 60 فريمز معناته انه هو والله شيء قوي يعني شوف غير ان الاسيتس مال يطلع لك الرسم بشكل حلو وايد انزين الارت راكب ما له علاقه انزين بس يعطيك شكل برزنتيشن وايد حلو على اجهزه قديمه وعلى اجهزه جديده انا انصدمت لما قالوا لي الجراوند زيروز وايد حلوه بلاي ستيشن 3 يعني يمكن برمجها على اجهزه جديده بس اليابانيه ما يعرفون يبرمجون هذا انا صراحه ما اعتقد انه هذا صح كل ناس كثير يقولونها لانه انا اعتقد انهم تورطوا مع بلاي ستيشن 3 انه كانوا مأملين على بلاي ستيشن 3 ما عرفوا يطورون صار لهم سكيب باكسبيرينس ولا بس صار شيء الجيل الطاف الدوكيومنتيشن مال الانجنز انت لما تسوي كل شيء بلت ان هاوس عرب يعني مع الشركه نفسها هي تسوي الانجن دوكيومنتيشن مالها ياباني ولغه مالتهم فجاه تجيب لهم انريل انجن 3 وماكو دوكيومنتيشن حقه شلون واحد راح يقعد يتعلم عليه من الصفر وشيء بوقت صغير بالضبط عشان كذي صاروا يقطون المشاريع على استوديوات ثانيه مثلا نفس كاسلفينيا اشتغلت على شركه اسبانيه عرفت شلون على ما هذولاك الان هاوس يتعلمون على ممكن يعني يكتسبون خبره يعني لا وبعدين ليش اصلا راحوا للانجنز هذولي لانهم اتوقع ماكو انجنز يابانيه اصلا على الجهاز لا ليه ما كملوا زي ما هم يسوون هم انجن ما هم سووا انجن الوايت لا خلعك من سكوير يعني هذا كان درس قاسي كريستال تولز بعدين حولوا الى وايت وبعدين سووا لومينس الحين دمب لومينس فور انريل انجن 4 شوف حاولوا يسوون انجنز كلها كانت فشل
اي لا هين سكوير لا لا شو سكوير. سكوير غير سكوير حتى الباجين ما سووا شيء في اكثر من سبب يعني كابكم سووا كابكم زين يعني شوف انت يعني فريم ورك باختصار يعني الجرافكس اللي اجهزه الفيديو جيمز تقنيه امريكيه يعني انزين مو يابانيه عالمي انزين فلما انت تعرف تكتب البرنامج حق التكنولوجيا مالتك الامريكان حق الهاردوير الامريكي عارفين كل شيء لكن تيب مثلا اليابانيين يسوون شيء حق جهاز مو جهازهم اللي هو انا قصدي الاي تي اي والانفيديا الامور هذه مو الحين ليش تصميم البلاي ستيشن 4 اصلا تصميم امريكي بالاخير انا شنو قصدي اللي هو التصميم فكر البي سي فكر البي سي هذا يعني منتشر بامريكا واوروبا ما كان منتشر باليابان هذا سبب التاخر الاساسي بين امريكا واليابان هذا اللاك الياباني يبي لهم تعال عند اليابانيين على بلاي ستيشن 6 بس شوف اول بلاي ستيشن 2 مثلا بلاي ستيشن 1 كانوا مبدعين لانه ايش بس كان في اختلاف كبير يعني العاب البي سي شكل والعاب الكونسول شكل ثاني ايه لو تتذكر الالعاب الحين كل الالعاب تقريبا بي سي انا اشوف انه صارت هذه المشكله الجيل بلاي ستيشن 3 هذا الحين هذا صار شيء ايه سابق الحين من تقدروا من الحين للسنين القليله القادمه راح يعني يرجعون كل شيء بي سي اي هي ان الحين خلاص شركات انا اقصد انا اتكلم عن ليش صارت يعني في وقت الجيل اللي راح بس نرد على نقطتنا الاساسيه اللي هي ويتشر 3 والله صح والله شاطح بس ويتشر 3 يعني يجيك من ديفلوبر اوروبي ويطلع الرسم هذا يعني كان شيء قوي طبعا الماركتنج ديل مال ويتشر مع مايكروسوفت بس مستانس وايد ان اجلوها خلي ضبطوها ما عندي مشكله وياها هو شهر 2 تنزل ان شاء الله إيه. بس كانت المفروض تنزل الحين إيه. بس اوكي ما عندي مشكله خلي نكست يير عادي حتنزل. اذا لعبه حلوه انا الديفلوبر هذا اثق فيه انا احترمه وايد وايد ويتشر 2 كانت لعبه حلوه صراحه لا اللي سووه بعد ما نزلت اللعبه كبروا بعيني وايد وايد حمد يعني غيروا لك اللعبه ما ادري شلون اول مره شفت شيء غيروا لك اللعبه ببلاش وما خذوا منك ولا فلس زيادة كوميتمنت صدق كوميتمنت على البرودكت يعني مالهم بشكل اوكي خلاص تبعت ليش تجيني بعد سنه ونص تسوي لي تضيف لي مودز تضيف لي توتوريالز تضيف لي تعدل لي اليو اي بكبره تعدل لي الباتل سيستم بكبره للامانه اللعبه كافيه زيد انيميشنز بس كافيه يعني شغلات ناقصه فيها بس ما كان برودكت سيء ما كان برودكت ما قلنا سيء بس قاعد اقول لك الناس اللي لعبوها اللي شروها تحطم قال مثلا ما في توتوريال ما اعرف شلون العب ارينا شيء ما يصير الا على البي سي شيء وايد بس تفكيرهم كان قوي صراحه سياسه حلوه وسويتشر 3 صراحه لعبه تستاهل واحد ينطرها وايد حلوه يا حلال البسيمي قاعد على المسرح اعطاهم برزنتيشن قوي قانون الغابه شنو البقاء الاقوى كان عجيب بعدها مشينا احنا رحنا تعشى رحنا حق مطعم طبعا اقتراح احمد خوش مطعم طوكيو والله عجيب والله خوش مطعم ياباني وايد حبيت اكله طلبنا وايد للاسف تحسفت اكلنا اي والله اكلنا شكرا عبد الله لا على العافيه بس قاعد اقول مشكور شكرا لك ساعدنا عليك العافيه ما شاء الله والله خوش مطعم وكل شيء طلبناه كان لذيذ والله ما شاء الله ما كان في شيء يعني طلبنا سوشي عندهم كان حلو طلبنا التبنياكي كان حلو طلبنا السلمون لذيذ كان وايد حلو اللحم هم البيور كان حلو البيف تبان حتى حتى الكولد سوبا كان حلو ياكي سوبا حبه خليت ياكي سوبا انا احب ياكي سوبا كان حلو طبعا مو نفس اليابان بس حلو انا والله هين بالضبط بس بالصراحه خوش مطعم اي والله عجيب بشكر على الاقتراح وايد كان حلو تستاهلون حبيبي ماكو عقبها استضافنا عندنا عند بيتهم وكان قاعد يسجل بس خلصنا هذا اليوم صار يعني الحلقه هذه فلاش باك احنا نسمع حلقه يعرف انت كذي وصلتوا احنا كذي وصلنا زائد سوالف انجن يعني بعد اخر شوي ايوه انا قلنا الحلقه هذه خطبيطه ما لها حويه ما لها في شيء راح حتى بالمعرض يعني شنو يعني ما هو شيء حلو ما شاء الله بس يعني شفت وايد صغار بالسن بروحهم موجودين داخل اي نادر ما القى واحد مع اهله اغلبيتهم كانوا بروحهم مو وايد يعني شوف ترى اغلبيتهم الكويت ما يصير شيء مو تقول نسبه المفروض انه ما بس لا اتوقع انه سكيورتي ما يخليه يطلع لحاله
انا مفروض لا مو انا ادري يطلع ولا ما يطلع بس انه يعني هذا يعني تقدر تقول يعني شيء حلو مثلا من الاسر انه يعني روح تبدا نفسك وروح هذه هوايتك ويلا اي في شيء من الهوايه او انا شايف او كانهم واثقين من التنظيم إن مثلا الناس او الاهالي واثقين من التنظيم او من الناس اللي داخل فيخلونهم ما يعني يعني انا اذكر مثلا بالكويت لما يسوي لما يسوون اكسبوس شيء الاهالي دائما يكون معاهم اهلهم يعني فاستغربت لما شفت وايد وايد صغار بالسن موجودين بس كل مستانس يعني هذا اقوى شيء بيكون واحد صغير وماسك مايك وقاعد يسوي لقاءات ايه عمرك 12 سنه اقل ما شاء الله والله شيء والله شيء حلو والله قوي قوي والله عندكم السعوديه ما شاء الله عندكم بوتنشل بوتنشل وايد عظيم يعني ان لا مو ويمكن تطبيق بلشوا قاعد اشوف انا صغار واحد صغير تي تو صغير تي ماسك التليفون مايك والفيديو ماسك هذا عرفت مال السيلفي ورافع الكاميرا فوق يمشي وياه فيديو فيديو والله حلو مسوي لقاءات روح ان شاء الله عليه ظبوط شيء بشوفهم صغار بهالطريقه شيء شيء عجيب قوي الصراحه انا هذا الادفانتج لما يكون عندك يعني بلاير بيس صغير بالعمر ويتعلم من صغره انه يسوي هالشغلات هذه مو احنا كل واحد قاعد بس يتحلقم احنا عندنا لاعبين بس ما حتى لو كان في لاعبين بالكويت مو بهالباشن عرفت انا اللي شفته اليوم شيء باشن ولا مال يوتيوب كومنتيتر هذا ايه والله انت شفت واحد انا شفت واحد بس انت يوم اللاعبين شلون كان كذا كأنهم بيكمن عرفت كذا حس الكمبيوتر يسوي بيكو يصفر لا عجيب كان المنظر ما شاء الله عليهم بالعافية إن شاء الله الحمد لله كل مس كان مستانس إن شاء الله أنا هذا الجو اللي أنا يعني دشيت شفت وايد ناس مستانسين وبالعكس هذا ونسنا يعني الفايب كان حلو الفايب كان وايد حلو أنا عجبني والله كان في لاين طويل سماش روبوت إيه حق 3 دي اس إيه لعبوا بس للأسف ما شفت كودي أشوف اللعب مو هذا ولا ماكو كسرنا الفيو صعب تطالع من يعني طالع فوق كتفه وهو قاعد المفروض يسوون طريقة اليابانيين يحطون واحد سبكتيتر يكون عنده أوتبوت أمادة 3 دي اس وينقي جيجلي بوف إيش معنى ما تعرف سالفتهم لا بالبطولات لا ما ادري بالبطولات الحين شو يصير بسماش يدشون ثلاثه لاعبين وسبكتيتر ينقي جيجلي بوف ايش معنى جيجلي اول مره يروح يقط نفسه يموت لازم عندك بس تو ستوكس روح لحظه سبكتيتر يكون كلاعب ثالث يكون كلاعب ثالث لا 3 2 1 جو ما يبلشون يوقفون ما حيتحرك لا والله جيجلي بوف يروح يقط روحه يموت ثاني مره يصد بالشيلد لين انكسر اذا انكسر الشيلد تموت جيجلي بوف وات فهذا يصير التايم مال بلش الهوش عجيب انت ماشي بطولات يابان بطولات يابان الحين كلها كذي تقام او ما ينزلون يوقفون تجري باف تركض تقط روحها تموت بعدين تجري باف تنزل تمسك الشيلد يصغر 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 ينكسر تموت يبلشون هوش لا الشيلد لما يصغر تجري باف هي الشخصيه الوحيده اللي كذي لما ينكسر الشيلد الشيلد لا يطير من 64 كذي هي اذا انكسر الشيلد ما تموت توني ادري عن هذا صدق ولا ادري عن هذا زين يعني هم البطولات دائما يلعبون ستوك صح مو تايم اي ستوك ستوكين هذا الحين اوفيشال ستوكين اي بس روحين انزين اول كان اكثر على ما اظن ولا ما ادري كنا هذا غير قبل الميلي كنا اكثر مو اثنين بس عجيبه يعني الحركه مالت اليابانيين ابداع قويه والله والناس من نفسهم ما حتكلم عنهم بس البطوله هذه يمكن اول مره يسوون شيء كذي او يمكن ما عندهم مودد 3 دي اس لا بس ترى مو الترو جيمنج كنا منظمينها فريق ثاني صدق انا شفت مكتوب سماش اريبيا شفت لهم سماش اريبيا سماش اريبيا حتى لهم بانر سماش اريبيا هم يمكن الاف جي سي عندهم هناك لعبه اريبيا لان في اكو جروب ستريت فايتر اريبيا انا اذكر ترى اسم بس كانوا بالدمام فولتج 7 اذا ماني غلطان لا ترى اسم يمكن بس مو نفس اوكي ممكن اوكي اسم الجروب يعني ما ادري يمكن يكون نفس ما اتوقع نفس المنظمه بس على قولتك ظهر اسم بس للاسف كان بدي اشوف اللعب بس احنا لعبنا بين بعض طبعا لا بس سالفة ان يم بعض فرق عرفنا قيمة في يطلع اللاج راح بس اقرب يمه راح اللاج سماش براذرز فقط يمكن تلعب لازم تكونون قريبين هو لان ولكن وايرلس يعني لازم تكون يمي يمكن انه في انترفيرنس شوي يصير انفراد انفراد حبي جيم بوي كيلر بس معانا بال
شو اسمه يمكننا قاعدين يم بعض يعني ما كان في اي مشاكل واي لا تتنيح يعني من ناحيه ال بس امل ما ادري احس انه كان طب شوف للامانه يمكن نلعب مونستر هانتر احنا كان في مره تحوشنا لك مونستر هانتر اي مونستر هانتر ولا مره حوشنا لك ما ادري والله حسب ذاكرتي انه مرات يحوش لك 3 التيمت لعبت بورتبل اي بورتبل لعبتها بورتبل لعبتها بعد على الويو بي اس بي انا لعبت بي اس بي ما ادري على بي اس بي بس الويو كان الويو وال3 دي اس كان بيرفكت ما ادري بس طبعا مو نفس سماش سماش كان بالنسبه لي كارثه اي ماني فاهم ليش سماش وي ولا ها 3 دي اس شلون كان بس العب اونلاين بعض الاحيان يعتمد مين تلعب مع مين لعبت مع يوب كان كويس اتوقع يمكن اونلاين معاه اي كان إيه. كان لا باس فيه كويس ترى ما استخدمت هذا الانترنت اللي هنا استخدمت 4G كنت قاعد تلعب على 4G اي والله زين سويت هوت سبوت من جوالي لاني كنت عند بيت خوي اي صح قلت لك مو بالبيت اي مو بالبيت صح صح لا والله زين كان اي كان زين والله وايد زين يعني اوكي تحس باللاج بس لاج لاج انبوت بس شوي كذا بس اللعبه مرات تصير فريز اذا قاعد تلعبون احس بعض الاحيان يجي لها كذا التقطيع هذا صارت لنا كم مره يعني قليل مره مو كثير يعني بس صارت شوي نادر ما بس باقي اللعب كان شوف انا اقول يا ريت الويو ما كنت مو كذي بس متاكد ان الويو راح تكون كذي ممكن اذا نفس السيرفرات سماش بس على الاقل الحين يكشفون تقزر فيها اول برول كانت ان بلايبل على الاقل الحين تقدر تقزر فيها برول والله كانت من احلام انه اونلاين شاري قطعه الانترنت الايثرنت بلعب سماش شنو هذا شوف ما اقدر العب ولا شيء شنو هذا الايثرنت هذا الا ان عندك اي عندي اي تقدر تستخدمه على الويو شيبس ما بي ليش ما بي نينتندو اونلاين ما بي اي شيء نينتندو اونلاين اعطيك اياه اخذه اي شيء بالنينتندو اونلاين ما بي ماريو كارت لعبته كان زين ماريو كارت حق الدي اس وحق الوي النت كود كان مضبوط اي وايد زين قد مره ماري كارت وي لعبتها على انترنت 256 كيلو بايت شغال مضبوط العاب الالعاب السباق مو ما يحتاج نت كود اشوف العاب السباق فاين فانتسي 11 ايوه فاين فانتسي 11 اوبتمايز حق دايل اب كثر ما هي اوبتمايز على الدايل اب لو تحط 6 بليون ام بي كونكشن دايل اب نفس الشيء نفس البرفورمانس بس والله كانت يعني كان شيء حد قوي يعني دايل اب تلعب فاين فانتسي 11 والكل عنده نفس الاكسبيرينس هذا كان شيء كان شيء قوي شوف يبا انجينيرنج لما يشتغلون الياباني لما يشتغلون يطلع عندهم مخ مرات يطلع عندهم مرات بس مرات لما يسوي لك العاب ثانيه لا انا والله فاين فانتسي 11 لعبتها على كونكشن كان عندنا ساتلايت سات كان مشكله ما تقدر تلعب اونلاين ما في بلوك البينج عالي مره 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 البينج عالي لعبت فاين فانتسي اشتغلت لا كان شيء يعني بروكن تير يعني انا ما ادري شلون حتى اتذكر اكس بوكس القديم كان عندنا هيلو 2 ابغى انزل ماب باكس ايه اول كنت العب اونلاين ما ولا شابك ولا شيء قدرت انزل ماب باكس بس نلعب لان الانترنت نعمه لما يصير سيء تحس بقيمته لحن ابديت ايه لحن بنزلها ابديت صح 11 ابديت كان 11 لو تشوف خلي اكسبانشن ال 3 مانث ابديت لو تشوف الحين الابديتات اللي قاعد تنزل هني الحين تقول ودك لو تشوف هالكونتنت هذا قبل 5 سنين كان اللعبه شو تفجير مشكله قاعدين ينزلون ابديتات حلوه كل 3 اشهر ينزلون حق 11 من زمان للحين كل 3 اشهر ينزلون ميجر كونتنت ابديت هذا هني لا تشوف ايش يسوون الحين ما 14 و 11 الكونتنتس اللي قاعد يحطونها الحين شوف انا ما لعب قريت لو قبل 5 سنين انا ما العب اونلاين وايد بس ليش ما العب 14 اذا قاعد يسوون ابديت وشو حلوه ليش العب 11 ليش تلعب 11 اذا انت اللي قاعد يلعب 11 الحين الناس اللي اذا تستك باي او اللي يلعبوا من قبل بس ها قصدي ما ودك تشوف شيء جديد رسم احلى باتل احلى لا بعد 14 لا مو فان خلاص العب لعبه ثانيه العب لعبه جديده 11 يعني اساسها للحين قديم عرفت انا شفت كل الربع اللي حولوا بالعكس يعني حبوا 14 وايد 14 لانها لعبه جديده لانها لعبه مودرن عرفت وايد مودرن 11 للحينها على الطريق القديم على العتيج عرفت يعني بس فرق بينهم ان 11 ما تحس انه بتنفع بعد فتره
الفورمولا حقتهم جيتس اوت ديتد بسرعه سلو جيم للحين اي بس 14 لا سريعه ممكن يمكن 10 سنين قدام عادي تلعب اللعبه ما تحسها بطيئه انا لما لعبت 11 اول مره وشت البطء كيلو قاعد خلاص بس قاعد استحملها لانه فاينل فانتسي وصلت يمكن ليفل 14 قلت لا انت وياي وصلت كزام ها كزام وصلت كزام والله ما ادري كزام ما تشوفها الا بالعشرينات صدق لا انا وصلت كزام انت ضبطك ربعك هاي طلع لي قبل انقطع لي قنبله كان خلاص كنسل سبسكريبشن اه فاحلاش مغامره لا ابل اونلاين كلها حالاتها اول شيء لانك هلا ابو نغامض ما حد يدري ايش قاعد يصير حاول انك تروح تكتشف بس بعدين خلاص لما يعرفون كل شيء يحط كل شيء قاعد بالنت تحس تكرار ما داعي الله يعين بس هذا خلاص سفرتنا تبغون شيء ايه صار في تحدي تويترس انا صدمت من احمد ما شاء الله في باك ستابينج الحين لا 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 تترس كم 4-0 طبعا قاعد تلعبون تترس ثلاث مرات يا حليلي تترس دي اكس على ال دي اس على الدي اس اي دي اس مو طبعًا دي اس احنا ما بحد فينا كان قاعد شويه بيشو انا ما العب تترس انا حاولت مع بيشو كذا مره ولا مره قدرت افوز عليه الديوانيه عندنا كان في صعوبه ما اعتقد احد قاعد في احد قاعد وياك بيشو عدوا اللعبه زين انا يمكن افوز عليه مره من 10 يعني بالاخير بيشو كان مسيطر كان شوف فيه كلمات كان كان حتى لين لعب ويا احمد الراشد لا كانت تجربة حلوه بس مو ملعب فاستانست وايد اني قاعد اتصور شوف اختيار الكلمات من زمان ولا اتصج متى اخر مره شفت انا تترس حسسني تترس يبي لها موشن ربع دوره نص دوره كل يوم تتدرب لا 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 في توقيت انك انت نزل هذه بسرعه كل هذا لا تحتاج شوي وانت مو من زمان لاعب؟ اي انا نفس الشيء من زمان زمان بس انا كنا بنلعب اونلاين من زمان قبل لا يقفلون السيرفرات اي كان في اونلاين ما صارت فرصه كلش بس كويس يلا واجب في تترس نفسها في تترس نفسها ترى عنده وايد احلى يهز انا احب اللوكر وايد اكثر من الاونلاين لحد الان انا في تترس تلعبها على البراوزر ثمان لاعبين ذماني غلطان العب براوزر دائما هذا هذا ثمان لاعبين أسوأ شيء العب براوزر إيه هي بيست اون ذس ون نفس اللعبه هذه بس على ويب مستحيل هذا نينتندو ما شيء نفسها انا قاعد ما تي اي قاعد اتكلم عنها حتى اي شرح حقوق الحين اوكي ما تي اي بس هذه نينتندو غير هذول يحبون نينتندو راح يلعبون هذا ما راح يلعبون الثاني صح لا ثاني عادي العبها بس انه بس هذه ترى اضبط واحده صدقني حتى اللي يلعبون تترس تراها اضبط واحده يعني تكلم عن شلون كواليتي شنو المحتوى فيه انا وايد عجبتني لان حتى سوبر موز حلوين حتى الجيم بلاي سوبر موز الحركات الموز ما شنو الايتمز الايتمز هذا الايتمز والله يعطي طعم ثاني اللي من اي اي اللي نزلوها اي الحين ماخذ حقوق الحين لا في حق تترس اكسس اللي نزلت على 3 دي اس سلسله 3 دي اس تترس عادي بس جديد يعني كان يعني فيها ايتم مرة غلط 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 تكفى قول يبدل يبدل البورد حقك بالبورد اللي ضدك فيصيروا الناس يسوون ينزل كلها بلوكس كذا ينزلها وصلها لين آخر شيء يبدل عشان اللي يستلمها الايتم يوز اي يوز مو مشكلة الثاني يكون خاش الايتم ويقلب عليه طبعا والله مو كان بالتكنيك كانتر هيد هذا اذا كان طالع على الايتم ايه بالضبط فتلقى شنو قاعد مره احاول اسويها سويتها ولا شوف ترجع لي ورا ثانيه هذا ينتظرها عاد خاشه متعلم اي لانه يشوفني يقدر يشوف ال اي شوف قاعد تحط حط 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 فهو عند الايتم خلاص خليني انتظر شوي واحطها على بالي يعني اني قوي اسويها ولا ترجع لي ورد هذا صادق الايتم هذا حق اللي فاهمين تلقاه بس كل واحد يصير عنده اياه ما حد يستعمل ايتمز باللعبه خلاص لين نهايه اللعبه ما حد يستعملهم خلاص لا الكل راح يحط بباله بستخدمها كاونتر هات يعني بس ايتم غبي حد الله يعين ما ادري شيء بعد ما ادري في شيء ثاني تضيفونه والله ما شاء الله الوقت طاف بسرعه يعني وايد استانسنا ساعه كم واحده الا يلا لازم ننام
لازم ننام لازم ننام ويكند عادي اي والله ويكند امس صحرين الساعة 3 يعني بيقاها الساعة 9 بالليل خربانة خربانة لا ديكاف 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 هو السر كله كان بالديكاف ديكاف ما خليك اصلا خليك تنام خليك تنام المهم يعطيكم الف عافية شبابنا يعطيك الف عافية احمد مشكور على الاستضافة اي والله مشكور ما قصرت نورت الرياض نورت يسلمك وان شاء الله لازم تكرر ترد لنا زيارة تينا الكويت انت وعدتنا تي الكويت الحين عاد يعني عندك سبب عندي سبب اني اروح عاد اسحب اسحب سامي وياك اكيد يلا كنا بنشوف سامي للاسف صارت الظروف ما شفناه مره ثانيه يا سامي تعال الكويت انت بعد تعال كلكم تعالوا ان شاء الله حياكم الله ان شاء الله الاسبوع الجاي يمكن في حلقه ما ادري اي حلقه بنحط عاد ندخل الديوانيه ديوانيه عشان كل لعبنا العاب وكذي ان شاء الله راح يكون العاب وايد الحين حلوه وشوفوا ان شاء الله على خير تكون نازله 24 24 شوف مبدين نينتندو فانز انا فان بينته من اول بينته اي راح تكون نازله راح تكون نازله ان شاء الله ان شاء الله وش نشوفكم على خير ان شاء الله مشكورين يعطيكم الف عافيه واللي حضرت جي اكسبو حطوا لنا صوركم دزوها لنا حطوا لنا تاج او شيء تويتر مالنا @لكيجن جيمرز في صور المعرض التويتر مان اللي في تويتر انستغرام انت قلت تويتر الحين نقول انستغرام هو اللي فيه صور المعرض @لكيجن جيمرز موقعكم @lakijg.com حياكم الله دشوا شوفونا دشوا موقعكم دشوا ما شو قلت ترى دايخ انا عادي تصور زين سوينا فولو على اكونتات الشخصيه انا يعقوب yqoub_h احمد ar_1085 @7md @مدلم انت بشا بيشو مشغول قاعد طالع تدرس قاعد يتعلم يبي الريفنج ماتش ريفنج يلا اشوفكم ان شاء الله على خير ويعطيكم العافيه ومع السلامه مع السلامه مشكور يا احمد سلام يلا